السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من الحدث الرياضي. الليلة إن شاء الله على مدى ساعة كاملة في محاور مختلفة كما العادة، هي حلقتنا الأخيرة في هذا الموسم، نتمنى أن تحوز على رضاكم واستحسانكم. البداية بالعناوين، بسم الله الرحمن الرحيم. الإسباني كانيدا يصل الرياض لقيادة بطل الدوري. الاتحاد والشباب ومن يودع الياس الآسيوية أولا. الهلال أمام جماهيره، أكون أو لا أكون. والحدث الرياضي يرصد عمل لجنة المسابقات. أهلا وسهلا بكم من جديد، أرحب بضيفي في حلقة هذا المساء من الحدث الرياضي الزميل عبد الكريم الجاسر. مساء الخير أبو يزيد. يا أهلا وسهلا ماجد، مساء الخير عليك. الله يحييك. طبعا أكيد كما العادة كان معنا ضيف ثاني، كان الليلة الزميل خالد صايم الدهر، كان هو ضيفنا من مكة المكرمة، كان متواجد في الاستوديو وحاضر، لكن قبل بداية الحلقة بخمس دقائق انسحب، اضطر إلى الخروج. إن شاء الله نتمنى أن المانع خير، كان معنا حتى البداية ولكن قبل بداية الحلقة خرج، لا أعلم أسباب الخروج، لكن أتمنى إن شاء الله أن الداعي خير. هذا فيما يتعلق بالضيفين، أصبح ضيف واحد الزميل عبد الكريم الجاسر، وفيه الخير والبركة إن شاء الله. البداية بهذا الخبر المتعلق بوصول المدرب كانيدا، مدرب نادي النصر، إلى الرياض، حيث وصل المدرب الإسباني كانيدا والذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وكان في استقباله حمود الشمري، وعبر كانيدا عن سروره وسعادته بتدريب النصر، وقال لقد فرض النصر حضوره القوي في منافسات الموسم، وذلك بتحقيقه بطولة الدوري وكأس ولي العهد عن جدارة واستحقاق. تم استقبال حمود الشهري عذرا أخطأت. أبو يزيد، مدرب كانيدا، الإرث اللي خلاه كارينيو بعد رحيله، بعد إعادة النصر إلى واجهة البطولات من خلال الموسم استثنائي جدا كان بالنسبة للنصر بالدوري والكأس، لا شك أنه تركة ثقيلة جدا على أي مدرب. هل كانيدا هو الرجل المناسب للمرحلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله شوف، بالتأكيد أنه حضر لفريق بطل الدوري وفريق متكامل وحقق بطولتين هذا الموسم، وبالتأكيد أنه يعني هذا عامل يساعد المدرب في مهمته. من الصعب جدا الحديث عن تقييم المدرب قبل أن يعمل، لكن هو خلال الفترة الماضية يمكن كان معروض على أكثر من نادي، يمكن طوال الموسم الماضي كان يعرض من قبل عدة وكلاء. الفرصة جته في النصر، أنا أعتقد أنه هو المستفيد أكثر من النصر بحكم أنه سيجد فريق جاهز وفريق يعني. عطفا على تجربته في الاتحاد، كيف تقيمه؟ والله شفت تجربة الاتحاد صعب جدا تقييمه، لأنه أوضاع الاتحاد كانت غير طبيعية، يعني مشاكل إدارية وإشكالات كثيرة، لكنه حقق أيضا نتائج جيدة، وصل مع الاتحاد إلى دور الأربعة في نهائي دوري أبطال آسيا، أقصد في بطولة دوري أبطال آسيا، وحقق أيضا نتائج إيجابية في الذهاب والإياب. وبالتالي العمل من نادي لنادي يختلف، في مدرب ينجح في نادي ويخرج في آخر، والعكس صحيح، لكن نتمنى له التوفيق إن شاء الله. جميل. هذا فيما يتعلق بكانيدا. بيزيد أيضا يعني الاتحاد الآن، الملف الاتحادي بالنسبة للتدريب، نجع الاتحاد والحديث عن دوري أبطال آسيا، لكن طالما نتحدثنا عن كانيدا، خالد قروني بتجربة كانت أخيرة له الآن مع الاتحاد، الاتحاد هل خالد قروني الأمثل للمواصلة في المرحلة القادمة؟ والله شوف، أنا أتحدث كمتابع، أنا أشوف أنه فيه رضا من الاتحادين على الكابتن خالد قروني، وما في شك أنه بذل جهد كبير وحقق أيضا نتائج حتى الآن تعتبر أكثر ممتازة على الصعيد الآسيوي تحديدا.
يعني فاز في مباراة الذهاب ومرشح أنه يصل دور الثمانية أمام الشباب، وقدم أيضا عناصر شابة استفاد من معرفته بالعناصر اللي في الاتحاد في المنتخب الأولمبي، وأعطاهم الفرصة ومنحهم الحقيقة فرصة كبيرة جدا، وكانوا عند حسن ظنه. الوضع يعتمد على رؤية الاتحاديين ماذا يريدون في الموسم القادم، هل القروني يعتبر مدرب المرحلة، هل تحتاج إلى مدرب آخر؟ وما ننسى أنه أيضا القروني مسك فريق بدون يعني تقريبا بدون لاعبين أجانب، يعني ما في لاعب واحد والبقية غير موجودين، يعتمد على عناصر الشابة، وبالتالي فيها أيضا ظلم للخالد أنه أنت يعني بالعناصر الشابة وبدون ما يعد الفريق وبدون ما يختار لاعبين أجانب وبدون ما يكون في عدد 4 لاعبين أجانب زي الأندية الأخرى، ومع ذلك حق نتائج. فمثل ما قلت لك هي دائما تعتمد على رؤية إدارة النادي ونظرة الأهداف اللي يريد تحقيقها، هل يريد صناعة فريق جديد ومنح فرصة لعناصر شابة، هل يريد والله لا أنا حجيب مدرب وحجيب لاعبين أجانب وحستقطب لي كم لاعب وحقق بطولات. يعني من الصعب جدا الحكم، لكن بالتأكيد أنه تأهل لدور الثمانية ما في شك أنه إنجاز يستحق فيه الاستمرار. جميل. باخذ تقرير عن لجنة المسابقات بنقيمها، وإحنا في كل يوم نقيم لجنة، لكن عموما يعني إجمالا كيف تقيم أداء اللجان عموما بإيجاز قبل ما ندخل في التفصيل إن شاء الله بعد التقرير؟ الحقيقة يمكن الموسم هذا كان من أكثر المواسم اللي كان فيها العديد من الأحداث على كافة المستويات، وكانت بالفعل اختبار حقيقي لعدة لجان، يعني لجنة الاستئناف، لجنة الانضباط، لجنة الاحتراف، لجنة المسابقات. بما أن الحديث عن لجنة المسابقات بالتأكيد أنها يعني تعتبر من أفضل اللجان اللي عملت في المسابقات بغض النظر عن اللجان الأخرى، لكن لو رجعنا لجنة المسابقات في المواسم الماضية نجد أن هذا الموسم يعني نالت رضا إلى حد كبير في تثبيت المباريات، في عدم تأجيل أي مباراة، في يعني وضع رزنامة جيدة لجميع الفرق، وهذا مؤشر جيد. لكن بقية اللجان للأسف أنه يمكن يعني مجرد ما يعني في السابق كنا نشيد بلجنة الاحتراف، لكن مع أول اختبار انكشفت أمام الجميع وظهر يعني خصوصا في قضية اللاعب عبد العزيز الجبرين أنه يعني كان قرار يعني توفيقي أكثر منه قرار يعتمد على الوقائع والأحداث اللي حصلت. وأيضا لجنة الانضباط يعني يمكن حتى الآن أكثر من قرار غير مرضي عليه. خلني برجع كل هالأمور إن شاء الله بفصل فيها بعد التقرير، وبعد ما أسمع من الزميل نايف مشهور حول عقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي وإعلان الأمير فهد بن خالد رئيسا للنادي لأربع سنوات قادمة. نايف مساء الخير. نور زميلي ماجد جيد، أهلا بك وأهلا أيضا لضيف الاستوديو وكل مشاهدي قناة السعودية الرياضية. حياك الله نايف، ماذا لديك حول الجانب الأهلاوي اليوم؟ ماجد يمكن احنا اليومين هذه في مدينة جدة هنا من خلال النادي الأهلي الوسط الأهلاوي الضاخر نوعا ما، البارح اجتماع شرف اليوم الجمعية العمومية الغير عادية للنادي الأهلي. طبعا بالتأكيد الجمعية اليوم أعلن فيها أحمد روزي مدير مكتب رعاية الشباب في مدينة جدة فوز الأمير فهد بن خالد بفترة رئاسية جديدة لمدة 4 سنوات. الجمعية العمومية حضرها مجموعة كبيرة من أعضاء شرف النادي الأهلي ومن العاملين ومن كل من منتمي للنادي الأهلي، حضروا وشاركوا بالتصويت للأمير فهد، باركوا له الترشيح الجديد لمنصب رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي. تقدم الحضور بالتأكيد الأمير تركي محمد العبد الله الفيصل رئيس هيئة أعضاء الشرف، وأيضا الأمير فيصل بن خالد بن عبد الله بن عبد العزيز والأمير، مجموعة من محبي النادي الأهلي حضروا وباركوا للأمير فهد. كان الأستاذ فهد عيد أمين عام النادي الأهلي ونائب رئيس مجلس الإدارة الجديد كان قد عرض أو استعرض التقرير المالي للنادي الأهلي من خلال الفترة من 1 يوليو 2013 حتى 15 من شهر إبريل 2014 بمجموع المقبوضات المتاحة والتي انتعشت فيها خزينة النادي الأهلي. المبلغ كان التوتل أول مجموع كان 164,577,124,000 من غير راعي أو شريك استراتيجي في النادي الأهلي. هذا خلال العام الماضي يا نايف ولا أتحدث أستاذ ماجد أو زميلي ماجد خلال فترة من 1 يوليو 2013 حتى 15 إبريل 2014 يعني أقل من سنة خلال موسم سنة. مجموع ما يعني دخل صندوق النادي الأهلي 164,577,124 ريال. جميل. ما برز منها في هذا الرقم لأن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز الرئيس الفخري الحالي ورئيس هيئة أعضاء الشرف المستقيل
تبرع من هذا المبلغ بمبلغ 144 مليون و247,575 ريال، كانت هي عبارة عن تبرعات من الأمير خالد بن عبد الله للنادي الأهلي. هذا يمكن كان أبرز شيء يعني في الجمعية العمومية. المصروفات والمدفوعات المتوقعة للعام المقبل كما أعلنت الجمعية العمومية هي عبارة عن 117 مليون و77 ألف ريال. كيف سيتم توفيرها؟ هل كان الحديث عنها نايف بشكل مشكل؟ أتوقع ما كل ما يدور حاليا بأن النادي الأهلي توصل مع ليس مع شركة واحدة، ولكن في هناك 3 إلى 4 شركات راعية. قميص الأهلي أو قمصان الأهلي سيكون عليه أكثر من إعلان وليس إعلان واحد. القيمة الإجمالية لمثل هالإعلانات نايف، هل تم الإعلان عن قيمتها؟ في الجمعية العمومية لم يعلن حتى الآن، حتى شو لم يكشف أي شركة تم الاتفاق معها. كل ما دار في الموضوع بأن الفترة المقبلة ستكون ساخنة على صعيد النادي الأهلي من ناحية التعاقدات خاصة لفريق كرة القدم أو حتى ما يخص الشركات الراعية والشراكة الاستراتيجية مع الشركات. جميل جدا نايف، كعادتك مثري دائما، لا تدع شاردة ولا واردة. شكرا جزيلا لك نايف مشهور مراسلنا في مدينة جدة. ويزيد من وين نبدأ؟ نبدأ من مرحلة فهد بن خالد الثانية الآن. كيف نقيم الأمير فهد بن خالد في فترة الرئاسية الأولى؟ سأتي لكل التفاصيل وخصوصا متعلقة بالرمز الأهلاوي الأمير خالد بن عبد الله، لكن إذا أردنا أن نقيم مرحلة أمير فهد بن خالد في الفترة الماضية ماذا نستطيع أن نقول عنها؟ مرضية؟ الحقيقة أولا نهنى الأمير فهد خالد بن فهد على الاستمرار. ما في شك أنه يعني مكسب للرياضة السعودية استمراره في المجال الرياضي، وأيضا استمراره في النادي الأهلي على سدة الرئاسة أعتقد أنه يعني نجاح للأهلاويين. رجل على قدر كبير من الخلق والخبرة الرياضية ومحب لناديه، وبالتالي يهمنا وجود مثل الأشخاص في أنديتهم، لأنه بالفعل الوضع يعني أصبح يعني بحاجة ماسة لرجالات على مستوى من المسؤولية والتعقل والبحث عن المصلحة العامة بالإضافة إلى مصلحة نادي، وهذا الشيء اللي متوفر في الأمير. المرحلة القادمة أنا أتصور أنها حتكون أكثر نضجا وثراء من الفترة الماضية، لأنه الفترة اللي اكتسب فيها خبرة وتجربة بالتأكيد سيستفيد من الأخطاء، سيتعلم، يعني يضيف لناديه. إضافة إلى نقطة ممكن تكون غايبة على الكثيرين، أنه بالتأكيد أنه سيصبح هو في الواجهة بشكل أكبر من السابق بعد ابتعاد الأمير خالد بن عبد الله. يعني بعد ابتعاد الأمير خالد بن عبد الله، والرقم اللي قدمه الأمير خالد بن عبد الله يعني يؤكد أنه الأندية يعني 144 مليون من أصل 164. يعني الأندية الحقيقة تبحث على ما قال بالمنقاش عن الناس الداعمين. يمكن نتذكر أنه في إدارة الهلال يمكن أول سنتين كان الأمير عبد الرحمن مساعد يعني شايل النادي على كتفه لوحده بدون أي دعم من أي أعضاء شركة، لمدة سنتين مبالغ مهولة جدا، من الصعب جدا أنه يدفعها أحد. شاهدنا الأمير خالد بن عبد الله في موسم واحد قدم هذا المبلغ، والآن يعني استقال من رئاسة هيئة أعضاء الشرف، فحمل كبير وعبء مالي ليس من السهل على أي شخص تحمله. لكن بالتأكيد أنه الفترة القادمة في ظل وجود عقود رعاية إذا ما صحت الأخبار، والتوجه الأهلاوي العام بعد إخفاق هذا الموسم أتصور أنه إداريا بغض النظر عن الجانب المادي، كيف شاهد فهد بن خالد؟ والله شوف يعني الناس للأسف تحكم على النتائج وتحكم على الإنجازات. يعني في هذا الموسم الأهلي يمكن على صعيد كرة القدم لم يحقق النتائج المرجوة واللي يعني تتناسب مع المبالغ اللي صرفت أو الطموحات الأهلاوية، وهذا الشيء يعني لا يخفى على أحد، لكن أيضا له مبرراته وله أسبابه. وبالتأكيد أنه الأهلاويين يمكن يكون الأقرب، يعني دائما الحكم من بعيد يكون صعب جدا أنه يكون قريب من الصحة. لكن بشكل عام أنا أعتقد أنه الأهلي وفق في توفير الاستقرار للنادي باستمرار الأمير خالد فهد. أنا دائما عندي مشكلة بالاسمين، إيه ولخبطتني معك بالاسمين. أنا ماشي صح. فهد بن خالد يعني استمرار إدارة الأربع سنوات قادمة بالتأكيد أنها ستكون استفادت من أخطاء، تعلمت الشيء الكثير، أيضا ستضيف للنادي في المرحلة القادمة، ونتمنى للتوفيق. الحقيقة من الصعب الحكم قبل البداية، لكن بشكل عام يعني شخص برصيد 4 سنوات بالتأكيد أنه أفضل من شخص يأتي يعني بدون رصيد. صحيح. اليوم المنتخب السعودي للبولينج أحرز البطولة الخليجية. معي على الهاتف سمو الأمير عبد الحكيم
بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للبولينج. سمو الامير مساء الخير. اهلا وسهلا مساك الله بخير. الف مبروك البطوله سمو الامير. الله يبارك فيك ويحفظك. كان يعني هناك تركيز في الفتره الاخيره سمو الامير على مثل هاللعبه على مستوى الاتحاد السعودي للبولينج، ما هو ابرز ما قدمتوه محليا للنهوض باللعبه؟ ماذا ننتظر منها في الفتره القادمه ان شاء الله بعد رئاستكم للاتحاد؟ اول شيء الحمد لله رب العالمين، الانجاز اللي تحقق اليوم له طعم خاص، خصوصا بعد غياب البولينج عن المنصات الذهبيه وعلى الميداليات الذهبيه الفتره اللي راحت الى مده 8 سنوات او اكثر. والحمد لله رب العالمين وفقنا ربي اليوم ووفق المنتخب السعودي انه يحصل على الذهبيه في الثلاثي، وطبعا بمجهودات الجميع، بمجهودات اللاعبين واداريين والمدربين تحقق هذا الانجاز. والحقيقه اني انا اهدي لاخوي الامير نواف الفيصل اللي الحقيقه كان معانا متابع من بدايه المشاركه، وهو يعني حريص على رياضه البولينج مثل الرياضات الاخرى، واقول الحمد لله يعني انجاز كان في وقتها. انا اعرف يا امير انه احد العوائق الكبيره اللي تواجه كثير من اتحادات الالعاب المختلفه هي العوائق الماديه في كثير من الاحيان، كيف تواجهون مثل هالمعضله في الاتحاد السعودي للبولينج؟ والله يا طويل العمر صحيح في عوائق مادية، ورياضة البولينج رياضة مكلفة، لكن على حسب الإمكانيات اللي موجودة أنا أعتقد أنها يعني كافية أنها المنتخب السعودي ينافس مثلا خليجيا أو عربيا وكذا. لكن إذا كنا حابين أن مثلا ننافس دول متقدمة في آسيا وفي العالم، أعتقد أنه إن يعني واجبنا كاتحادات أن نقدم جهد، نبذل يعني عطاء كبير عشان نحقق نتائج يعني، وبعدها ان شاء الله ما يكون في يعني نلفت النظر انه هالرياضات تحقق انجازات للمملكه، وانه ان شاء الله ما يكون في دعم اكبر في المستقبل. تقصد سمو الامير دعم حكومي او دعم من خلال رعايه من جهات خاصه؟ والله الاثنين انا اقصد، يعني انت ما يعني زي ما انت شايف اكثر الاهتمام اعلاميا غالبا يكون في الكرة القدم، لكن الرياضات هذه طبعا يعني البولينج والرياضات الفردية غالبا ما يسلط عليها الضوء، اللي يسلط عليها الضوء الإنجاز. يعني أنا لو تتذكر أنه من سنوات يعني مضت كان ألعاب القوة يعني لما حققوا الإنجازات الكبيرة الأولمبية صرنا كلنا نتابع هذا الشيء، وصار فيه اهتمام من الشركات القطاع الخاص هذا الشيء. هذا اللي أننا نسعى له الآن، اننا نطور منتخبنا الى ان يوصل الى المستويات اللي تاهل انه ينافس عالميا برياضه البولينج. جميل. سمو الامير طالما انك يعني تطرقت ذكرت انه الاهتمام كبير بكره القدم، يعني خلني استثمر وجودك معنا يعني كشخصيه نصراويه، نقول لك الف مبروك النجاح اللي كان للنصر في الموسم القادم. كثير من النصراويين يتساءلون اين الامير عبد الحكيم بن مساعد عن الساحه النصراويه؟ أول شيء الله يبارك فيك، والحمد لله اللي تحقق لنادي النصر يأتي بتوفيق الله ومجهود فيصل واللي وقفوا مع فيصل والجمهور وكل نصراوي. أنا الحقيقة موجود يعني بالنسبة يعني عشقي للنادي ما يحكمه مثلا محل أو كذا، وحتى مثلا مساندتي للأمير فيصل ومساندتي للنادي باللي أقدر عليه يعني ما غابت. صحيح أنا ابتعدت من يوم توليت رئاسة الاتحاد السعودي للبولينج، اصبحت عندي المشاغل يعني اكبر بكثير يعني. ف يعني الامير فيصل هو فاهم الوضع وكذا، لكن انا موجود يعني في الصوره، لكن انا يعني افضل اني ما اظهر يعني في الاعلام او كذا. لكننا موجودين يعني كلنا يد واحده، كلنا نشتغل سوا. ما راح نشاهد يعني اخوانك الامير عبد الله والامير عبد الرحمن شاهدناهم يعني يرأسون نادي الهلال، الأمير عبد الحكيم هل سنشاهده في يوم من الأيام إداريا متواجد على الصعيد النصراوي والموجودين فيهم الخير والبركة؟ لكن أتكلم مستقبل، هل الفكرة تراودك بأي شكل من الأشكال؟ لا والله بعد اللي أنا أشوفه يعني اللي يعانونه مثلا في الأندية أنا ما أعتقد أنه محل عبد الحكيم. معاناة تشوفها في النصر ولا شفتها من يعني أخوانك عبد الله وعبد الرحمن؟ لا والله جميع الأندية، أنا يعني يوم قربت شوي للنادي ما حسيت أنه أنا هذا محل يعني. صحيح الحب يعني حب النادي وكذا في وقت من الاوقات خلاني اني انا اندفع اني يعني اكون قريب،
لكن ما حسيت انه انا هذا مكاني، يعني انا ممكن اني افيد في مكان اخر بشكل افضل. عساك على القوه يا امير، جدا شاكرين لك تواصلك معنا. انا احب اشكركم واشكر القناه الثالثه الحقيقه اللي يعني فعلا اعطت يعني ضوء الكثير من الرياضات، واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. شكرا يا امير، معكم ونبيكم معنا. شكرا يا امير، تستاهلون هذا اقل الواجب. شكرا جزيلا لك. شكرا. هذا فيما يتعلق بالوضع الأهلاوي، أيضا ما يتعلق بالإنجاز للبولينج. عبد الكريم، عن الإنجاز على المستوى البولينج أو ما ذكر الأمير عبد الحكيم إجمالا، هل لك تعقيب؟ الله يشوفه، الألعاب دائما الألعاب الفردية والألعاب اللي غير كرة القدم مظلومة، تحتاج إلى دعم واهتمام، ومعظم الاتحادات اللي نجحت هي كانت بجهود شخصية من رؤساء الاتحادات. يعني شاهدنا اتحاد اليد فترة من فترات، و اتحاد العاب القوة، اتحاد الان البولينج، كلها جهود شخصية من الناس اللي يرأسون الاتحاد، وبالتالي هذا امر يؤكد انه الالعاب المختلفة تحتاج الى دعم والى توفير ميزانيات تخرج ابطال اذا ما اردنا ان ننافس الدول الاخرى، لانه يعني بطولة خليجية وبطولة عربية يعني هذه لا تضيف شيء. صحيح، يمكن ما تحتاج جهد كبير حتى تحقق، لكن بشكل عام يعني سعيدين بانجاز جديد دون ادنى شك، يعني على 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 اللي متوفر لهم. كثر الله خيرهم وبيض الله وجيههم. اذا هذا نغلق هذين الملفين، نتحول للحديث عن لجنه المسابقات، ماذا قدمت، كيف هي في ميزان الحدث الرياضي من خلال التقرير التالي، نتابع. تعد لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أقل لجان جدلا باتحاد الكرة وأكثرها نجاحا بعد انتهاء الموسم الذي استمر قرابة 9 أشهر وتخلله بطولة سوبر وبطولة دوري وبطولتي كأس وتوقفين لمباريات المنتخب ومشاركة خليجية لفريقي الشعلة والرائد ومشاركة آسيوية لفرق الفتح والهلال والشباب والاتحاد، بالإضافة لعدم جاهزية ملعب في جدة. رغم هذه الرزنامة الثقيلة فقد مر الموسم دون تأجيلات أو توقفات عدا التوقف لمشاركات المنتخب، ومع ذلك فقد عانت بعض الأندية من الضغط الكبير في المباريات وتداخل البطولات وقدمت بعضها طلبات بالتأجيل. وفي الموسم المقبل الذي سينطلق في 7 أغسطس من هذا العام ستكون الرزنامة أثقل، فبالإضافة إلى المسابقات المحلية والخارجية للأندية سيتخلل الموسم بطولتي الخليج وكأس آسيا، دور مهم وكبير ينتظر لجنة المسابقات في الموسم المقبل لتكرار نجاح هذا الموسم. باين إشادة كبيرة من مختلف الأطراف على أداء لجنة المسابقات والاحتراف مع بعض التحفظات، خصوصا مع الحالة الأخيرة، وبنرجع للكلام عنها. لكن بالنسبة للمسابقات يبدو أن التحدي الحقيقي أستاذ عبد الكريم الموسم القادم. بالتأكيد يعني الموسم القادم حيكون فيه مشاركات للمنتخبات وحتكون بالفعل يعني معضل أمام اللجنة، لكن إن شاء الله الثقة كبيرة في أنه طالما استمر أسلوب العمل بالتشاور مع الأندية والسماع للآراء واختيار أفضل الحلول بدون اي اعتبارات لاي يعني مصالح غير المصلحه العامه، هذا الامر بيجعل يعني نتوقع ان احنا نخرج ب يعني اقل الحلول سوءا. إيه، لانه شر لابد منه. انت تتكلم عن 109 ايام إيه توقف في الموسم، عندك القادم. بطولات في وسط الموسم، عندك صحيح. توقف للموسم، عندك اشكاليه كبيره، معسكرات المنتخب، برنامج المنتخب ايضا من ضمن العوائق اللي تقف امام اللجنه بعض الاحيان، زي العام الماضي لما كانت في مشاكل فرض معسكر للمنتخب فترة من فترات وتأجيل مباريات أو ضغط الأندية في مشاركات الخارجية، فكل هالأمور ذي يمكن تبين السنة الجاية، لكن ما قدموا هذا الموسم بالتأكيد أنه بداية مشجعة
ولازلنا نعمل منهم الكثير. طب نجي لجنة الاحتراف، وين المشكلة في نظرك؟ الحقيقة يعني مثل ما قلت لك أنه لجنة الاحتراف يعني دائما الاحتراف من أسهل الأمور لأنه فيها لوائح، ومن السهل جدا أنه أنت تطبق اللائحة بغض النظر عن كانت ضد سين أو صاد من الأندية، لكن عدة قرارات يمكن صدرت كانت ضعيفة جدا من قبل لجنة الاحتراف فيما يتعلق بغياب الكابتن عبد الله النزي على المنتخب لما أحيل لجنة الاحتراف، ولجنة الاحتراف تملصت من الموضوع. هل أساسا حالته لجنة الاحتراف إجراء هي المشكلة صحيح؟ هنا الكلام، المشكلة أنه أنت تحتاج إلى وضوح في اللوائح والأهداف، تحتاج إلى أنه يكون هناك شجاعة. يعني إحنا نذكر العام الماضي لما كانت رادوي ومشاكل رادوي كانوا يتسابقون على عقوبة الهلال ما بين اللجنة الفنية واللجنة الانضباط، وكل واحد مطلع عقوبة من جهة، الآن كل واحد يرميها على الثاني، وهنا الإشكالية تحتاج إلى ناس يكون لديهم استعداد للعمل وشجاعة لتحمل المسؤولية وتطبيق الأنظمة واللوائح. يعني هذه الإشكالية اللي ظهرت، عقوبة أيضا الوكلاء في موضوع الكابتن عبد العزيز الجبرين، معاقبة الهلال بدون أي ذنب وبدون حتى السماع من الهلال هل 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 ليش راح يوقف، ما تم اللقاء بالطرف الهلالي لأنه ما أخذوا لهم فترة طويلة في مسألة البحث والتحري. يعني أصلا هي القضية رئيس الرائد قال بعد ما وقعت نهاية جاتني العروض من النصر وأرسلوا العرض بعد التوقيع، وهو معلن أني أنا توقعت مع الهلال، فهذا أكبر دليل أن المسألة فيها مزاودة ومساومة وإغراء. يعني القضية كانت هي التدخل غير الاحترافي في الموضوع، ليست قضية في عمل إجرائي، لكن الجميع شافها. الحقيقة ما ودي أتكلم في الموضوع، يعني الموضوع يعني أشبع طرح. إيه لكن حنا ناخذ حنا المقصد أبو يزيد تقييم لجان، احنا بنهاية موسم نريد التقييم. يعني انا اعتقد هنا المقصد التقييم لما يكون عندك نسبة نجاح معينة ونسبة فشل معينة، وهذا اللي بقوله لجنة الاحتراف. لو جينا الان لجنة الانضباط او لجنة الحكام او لجنة الاحتراف ما تبي مطوع على ما قالوا، يعني شغل واضح جدا. يعني لجنة الانضباط قرارات ألغيت من قبل لجنة الاستئناف، وأمور كان يفترض يكون فيها قرارات ما تتخذ فيها قرارات، وأشياء يعني أنا أعتقد أنه ما تحتاج يعني الحديث فيها، مثل اللي يفسر الماء بعد الجهد بالماء. فالناس ما تنتظر من اتحاد كرة القدم تقييم، تنتظر إدراك للواقع الحقيقي لهذه اللجان، وإقناع الأندية بأنه فعلا هو ينظر بنفس الرؤية اللي تنظر لها الأندية، وأنه سيسعى للتصحيح. لكن إذا قعدنا يعني ندور، مثل اللي يوجد أعذار للاعب أضاع فرصة، ولا المدرب لم ينجح، ولا القرار خاطئ، احنا ما نبغى الشيء ذا، احنا نبغى ان الناس تنظر للشيء هذا. يا اخي احنا اسعى للنجاح، احنا ما نقول لك افهم استاذ كريم انه ما نجح الا لجنة المسابقات في نظرك. وحتى لو قلنا النجاح، انا حتى الان اقول لك انه ما جاء الاختبار الحقيقي للجنة المسابقات. يعني كبداية ما في شك انه مشجع، لكن احنا كان عندنا ايضا لجنة الاحتراف في البداية كان فيه يعني شبه اقتناع انه بالفعل في عمل جاد، لكن في الأخير لما تبينت الأمور وجاء الجد وجاءت اللي يحكم فيها على اللجان بالنجاح من عدمه اتضح للجميع، وهذا الشيء اللي احنا نتمناه. يعني أنا إذا طب وين المشكلة؟ كفاءة إدارية وين المشكلة بالضبط؟ هل القائمين على اللجان تنقصهم الخبرة والدراية والكفاءة، أو في عوامل ثانية؟ وش السبب بالضبط؟ الآن في جميع الدول وفي كافة المجالات إذا غابت المحاسبة، وإذا أصبح الشخص هو الآمر الناهي في كل شيء بدون أن يكون لديه خلفه سلطة، حتى الآن على مستوى أمريكا حتى في القضايا الشخصية أو في صلاحيات المسؤولين، أي مسؤول مهما على حجمه لو تجاوز الصلاحيات سيجد أنه عنده محاسبة صحيح، وعنده إجراءات أنه أنت ما اتخذت كذا كذا ويجب أن تحاسب. حتى يحقق مع ناس يحققون، ويحقق مع قضاة، يحقق معك على مستوى أوروبا تكلم أو أمريكا، أنه في محاسبة. ولذلك احنا لما يقول لك والله الاستاذ احمد عيد اعطى الصلاحيات اعطاها، هذه ميزه ما في شك، لكنه ترك الحبل على الغارب هذه ايضا معيبه. صحيح، انت تعطي الصلاحيات لكن يجب ان تحاسب. ما في يعني جانب واحد ان نرمي عليهم ونقول هم المسؤولين، انا معطيهم الصلاحيات. انت برضو اتحاد وعندك مسؤوليه امام الانديه، وانت المسؤول امام الانديه، اللي عندك تحاسب وتسعى للنجاح وتطور وتعمل. اذا وجدت هذه الامور اتصور ان احنا يعني
قد نتحسن، لكن الوضع بشكل عام حتى الآن غير مشجع إطلاقا. لا ليس هناك أي بادرة على أنه بالفعل هناك عمل مسؤول ويوازي بين الأندية ويعمل للصالح العام. هناك مجرد مواربات وعلى ما قال تسكيت هذا ومدارات هذا وما أدري مين، قرارات غير 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 يعني مسكنات، وبالتالي مسكنات ما حتحرك الرياضة السعودية. احنا نحتاج الى عمل، والكلام هذا قلناه حتى هناك اقتراح من البعض بالاستعانة بخبرات أجنبية في اللجان. والله شوف ما يكفي اللجان في كل شيء، الخبرات الأجنبية. احنا في بداية الخطة الخمسية الأولى والثانية كان عندنا خبرة حتى على مستوى ديوان الخدمة المدنية، الآن أصبح وزارة الخدمة المدنية، كان في خبرة على مستوى عالي من أمريكا ومن كل مكان، في وزارة الداخلية، في جهات أخرى. احنا الآن في مرحلة نحتاج فيها إلى تواجد الخبرات في كافة المجالات. يعني تجي تجيب لي والله الحكم هذا بوساكة تقول أنا جبت خبير، هذا خبير حيصير مثل الخبير الكندي. نحتاج عدة أشخاص، نحتاج آلية عمل، نحتاج مراقبين، نحتاج سيستم معمول فيه في أحد الاتحادات يطبق عندي بكافة جوانبه. إذا أردت أن تحقق النجاح، إذا أردت أن تسكن الناس وتمشي الأمور وتذا، حتستمر يعني مجرد تغيير أشخاص بدون أي نتيجة، وهذا الكلام ينقاس على كافة اللجان. جميل، هذا فيما يتعلق بلجنة المسابقات واللجان عموما. حديث آسيوي عن لقاء الاتحاد والشباب القادم، بل الشباب والاتحاد كون اللقاء في الرياض. نتابع هذا التقرير. يحل الاتحاد ضيفا على الشباب بعد غد الثلاثاء في إياب دور 16 من دوري أبطال آسيا، ويدخل الفريقان المواجهة في آخر استحقاقات الموسم، وكلاهما يطمح في الصعود لدور الثمانية. وتبدو ظروف الاتحاد أفضل بعدما حسم مواجهة الذهاب بهدف دون رد، ويلعب لقاء الإياب بفرصتي التعادل والفوز. ويأمل الاتحاديون بقيادة المدرب الوطني خالد القروني في خطف التأهل لتعويض إخفاقات الموسم. أما في الجانب الشبابي فيدخل أصحاب الأرض المواجهة وهدفهم الفوز بفارق أكثر من هدفين ليضمنوا الحصول على بطاقة التأهل. ويسعى التونسي عمار الصويح الذي يقود آخر مباراة له مع الشباب في وضع بصمته وقيادة الشباب لدور الثمانية بعدما حقق بطولة كأس الملك. لقاء مهم ومواجهة من العيار الثقيل، الأهم في ذلك أننا سنرى فريق سعودي في ربع نهائي دوري الأبطال الآسيوي. أهلا وسهلا بكم عبد الكريم. الاتحاد والشباب والاتحاد، اللقاء في الرياض هذه المرة، عطفا على لقاء الذهاب، كيف تنظر للقاء الإياب؟ أتصور أنه الاتحاد قطع مرحلة كبيرة، يعني الفوز حتى وإن كان 1-0 يفترض أنه يكون دافع كبير وأدفانتج للفريق. أنه يعني شاهدنا يمكن بنفيكا وجوفنتوس لما فاز بنفيكا 2-1 كانت سهلة جدا، ومجرد يفوز يوفنتوس 1-0 يتأهل. في دائما في الذهاب يخدمك، صحيح. فالذهاب في الغالب هو المباراة، هو تقريبا الأساس في التأهل، إلا ما ندر في حالات يعني قليلة جدا أنه بعض الفرق تقلب النتيجة، وهذا يحتاج إلى توفيق، يحتاج إلى أمور كثيرة. لكن الاتحاد بالتأكيد أنه قطع مشوار كبير، الشباب أيضا مؤهل أنه يقلب النتيجة. لكن لو رجعت مباريات الاتحاد والشباب في الفترة الأخيرة، تصوروا دائما الاتحاد يعني وضعه كويس أمام الشباب وحقق نتائج إيجابية، فتحتاج إلى مجهود كبير. يبدو أنه كأس الملك ألقب ظلاله على الشبابيين، ما في شك أنه أنت حققت بطولة وأرضيت ذاتك ونفست عن جماهيرك، وعن خصوصا أنه جت في فترة يعني الضغط على الإدارة، صحيح، الشبابية وعلى اللاعبين الشبابيين وعلى الجمهور الشبابي، يعني كانت فترة تحدي حقيقية، كان محتاجين لهذا الكأس وتحقق. نعم، الآن يفترض أنه خلاص، يعني يفترض أن المباراة الأولى امتصت كل ما يتعلق في مباراة الكأس، المباراة الثانية تجي مباراة جديدة وكأنها مباراة من دور واحد. كرة القدم كل شيء جائز فيها، لكن أتصور أنه الشباب، أنه الاتحاد يمكن سويح كيف شايفه؟ طبعا بداية الحلقة تكلمنا عن خالد قروني، سويح أنت كيف شايفه؟ شوف هو سويح يعني الشباب يمكن تلافى أخطاء الموسم وغير مدربه واستفاد ببطولة، يعني كانت النتيجة أنه حقق بطولة، وهذا ما في شك أن البطولة تحسب يعني إنجاز كبير، ليس من السهل أن تحقق بطولة. السويح كان له دور كبير أنه وجد فريق جاهز، فريق من سنتين معد على مستوى عالي مع برودون وبعدين مع مساعده،
متدرب على مستوى عالي، فكان يحتاج إلى لمسات بسيطة، تحسين نفسية اللاعبين، تغيير استراتيجية اللعب، الحفاظ على يعني الأداء المتوازن، التركيز على الدفاع، إغلاق منافذ الثغرات اللي كانت موجودة في الدفاع. هذا الشيء اللي سواه الكابتن عمار ونجح فيه، ولذلك يعني النتائج أكدت هذا الشيء. مباريات يستحق البقاء لموسم قادم؟ والله شوف، يعني أنا دائما أعتقد أنه المسيرين هم من يحدد، هم من خلال كناقد، أنا أكلم بكلمة جسر الناقد، أنا أعرف أنه عباءة المدير المركز الإعلامي لنادي الهلال قد تكون ثقيلة في بعض الأحيان، لكن أنا الآن أكلم بكلمة جسر الناقد. أنا عارف، بس بعض الأحيان يأخذون كلامك بحساسية. لا أنا أقول، أنا عشان أساس كده أوضح الصورة أنه بكلمة جسر الناقد. بس أنا أقول لك شيء، يعني مثلا أنا إذا مثلا طلع رئيس النادي وقال الآسيوية ما تعني لي شيء ولا هي من أهدافي ولا معناته في رضا على الفريق، وبالتالي ممكن يرى أنه والله يستمر المدرب. ممكن فرق تحقق إنجاز، ممكن تتأهل دور الثمانية أو تحقق بطولة، ولكنها غير كافية بالنسبة لأهدافها المعلنة وإمكانيات الفريق ووضعهم وقدرة النادي على تحقيق هذا الإنجاز، يرى أنها غير كافية. فهي تعتمد دائما على القائمين فيه، لكن بشكل عام يعني أنا دائما من أنصار العمل الجيد، أنه أنت مهما كان تجيب مدرب على أعلى مستوى وتجيب لاعبين أجانب على أعلى مستوى، على ما قال لكالت بصرف كثر لأنك يبي على ما قال يتسبب لك برائحة غير مقبولة، فبالتالي كثر حتى تستفيد من أكلك. فأنت طالما أنه تدافع مبالغ وعندك لاعبين وعندك موسم وعندك كذا، يفترض أنك تبحث عن أفضل ما يمكن تحصل عليه. إذا كان السويح أفضل ما حصلت عليه في نظرك فهو المناسب. إينا. في نقطة بيتعلق عليها بكريم قبل ما أطلع لتقرير الهلال بونديوت كور، لافتة صراحة في نادي الشباب كثير من اللاعبين يعودون اكتشاف أنفسهم، وفي أندية ثانية، بس خليني أتكلم الآن على الشباب. لاحظنا فترة من فترات نايف قاضي في مرحلة معينة، وليد عبد ربه وإن كانت لم تطل، عمر الغامدي الآن بسن 35 يقدم، سياف البيشي مجد المرشدي الآن يقدم أيضا مستويات جميلة، عيسى محياني لسه مو عيسى محياني اللي ننتظره، لكن أسماء كثيرة رجعت للشباب وجدت نفسها وقدرت أنها تظهر مرة ثانية خارطة. ضغط الجماهير أحيانا في الأندية الجماهيرية منهك، بيئة مناسبة في الشباب، مزيج من هذه وتلك، كيف تفسر الظاهرة؟ والله أتصور أنه كلها ممكن تكون صحيحة، لأنه في بيئة جيدة في نادي الشباب، وفي عمل إداري على مستوى كبير، وفي يعني أيضا ابتعاد عن الضغوط وعدم تضخيم الأخطاء اللي تحصل في الأندية الثانية. يعني يمكن لو شفت كابتن وليد عبد الله هو أفضل حارس سعودي بدون تأكيد، يعني بدون شك، ولكن في بعض المباريات يركب فيه أهداف ما تركب، يمكن لو كان في فريق جماهيري كان وليد أحبط، وبالتالي تعدي ما هذه من ضمن الأشياء اللي، لكن بشكل عام أنا أعتقد أن الشباب من الفرق الكبيرة اللي مهيئة دائما على المنافسة على البطولات وتحقيقها، وأيضا على قدرته على إبراز اللاعبين وإعطائهم الحقيقة المساحة الجيدة أنهم يقدموا نفسهم بشكل جيد. جميل. الهلال وبونيوت كور لقاء هام جدا، الهلال كان حسم الذهاب في طاشقند بهدف نظيف. نتابع هذا التقرير حول الإياب. في مباراة موعودون فيها بحضور جماهيري كبير، يستقبل الهلال ضيفه القادم من أوزبكستان فريق بونيوت كور الذي تغلب عليه ذهابا بهدف في دور 16 من دوري أبطال آسيا. الزعيم يدخل المباراة بنشوة هذا الانتصار وآملا فيها بزيادة غلته أو بالحفاظ على تقدمه على الأقل. الحذر هو مطلب الأزرق في هذا اللقاء، لا سيما أن الفريق الأوزبكي لا خيار له سوى الهجوم من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية. الهلال سيعول كثيرا على جماهيره التي ستحضر بكثافة في هذا اللقاء. كل الأمنيات بالتوفيق للهلال والوصول إلى الدور القادم. أتصور ما ينطبق على الاتحاد ينطبق على الهلال، ليس كذلك بالنسبة أنك ضمنت الذهاب؟ بكل تأكيد يعني طبعا، لكن مثل ما قلت لك كونك يعني بالنسبة للاتحاد والشباب أنه حيلعب على مع فريق على أرضه اللي هو الشباب، وحتلعب مباراة الرد في الرياض، التنافس اللي بين الفريقين، معرفة الفريقين لمستوياتهم، المباراة اللي فيها الطابع المحلي، هذه الأمور أيضا تختلف عن مباراة الهلال وبنيوت كور. ولذلك يعني جانب مثلا التخدير لدى أو الثقة لدى الاتحاديين قد يكون غير موجود.
انت حتلعب مع فريق كبير وعلى ارضه وبين جماهيره، والنتيجه يعني انت صحيح تلعب في السعوديه وتلعب على ارض يعني ملعب لعبت عليه كثير، لكن ايضا التنافس بين الفريقين يجعلك لا تطمئن هذا الاطمئنان. بالنسبه للهلال ما في شك انه قطع مشوار كبير بالفوز، والاهم التسجيل على ارض الخصم، لان هذه نقطه مهمه جدا. انت تلعب بدون ما تسجل على ارضك، مجرد ما يسجل فيك هدف على ارضك حتى لو كان الفريق الخصم صحيح اقل منك يحتاج لك هدفين عشان تغطيه. صحيح. لكن يعني الحمد لله سبحانه وتعالى انه كل الامور هذه في الحسبان، والفريق يعني على اتم استعداد، رغبه كبيره من اللاعبين والجهاز الفني والاداري انه يعني ختام الموسم بتاهل ان شاء الله مستحق، وعوده بعض اللاعبين ايضا ستكون ان شاء الله حافز للفريق، وجود الجماهير الهلالية العريضة والكبيرة اللي كانت يعني أتحفت آسيا ب يعني استعراضات جماهيرية، يعني كانت حيث الاتحاد الآسيوي والوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في على المستوى القارة الآسيوية. أعتقد أنه أيضا عامل يضيف المزيد من الإثارة. الجمهور الهلالي ما تلاحظ أنه أحيانا قد يكون عامل ضغط، لأنه كثير من الأحيان الهلال يخرج في الرياض أكثر من أنه يخرج في الخارج، ويقدم مستويات أحيانا في خارج أرضه أفضل منها في أعلامه. ما هو السنة هذه، يمكن الكلام هذا في مواسم سابقة، السنة هذه الموضوع مختلف. وش اللي تغير؟ موضوع يعني تعامل الجماهير، ثقتها في الفريق، تحفيز اللاعبين، النتائج الجيدة اللي حققها الفريق على أرضه، يمكن خروجك من الموسم بدون أي بطولة، هذا أيضا أعطى دافع كبير للاعبين ونهم في البطولة الآسيوية. في السابق يمكن كنت تجي محقق الدوري محقق كأس ولي العهد، بالتالي يكون عندك توتر أنه أنت تخشى ألا تحقق هذه البطولة حتى وإن كانت مع فرق أقل منك مستوى. نقطة مهمة جدا أنه حتى اللاعبين، الشيء هذا مو موجود السنة دي؟ السنة هذه بالعكس، يعني في ارتياح كبير في المباريات الآسيوية، في حماس، في رغبة. وش اللي تغير؟ يعني أمور كثيرة زي ما قلت لك على مستوى الإداري تغير كل هذه الأمور. أولا أنه أنت لعبت في البطولة الآسيوية كثير، نضج لدى اللاعبين، إضافة عناصر للفريق، وجود عناصر خبرة في الفريق قادرة على التعامل مع مثل هذا النوع من المباريات، يعني وجود كواك، ديقاو، ناصر الشمراني، تياغو نيفز، ياسر الشهراني، ياسر القحطاني، محمد الشلهوب، عناصر الحقيقة كلها عناصر خبرة ومتمرسة على مثل هذا النوع من المباريات. الدعم الكبير من جماهير الهلال اللي ما عاد تصبحت تنظر لبطولة آسيا سوى أنها مباراة بين الهلال وفريق آخر داخل الملعب، تدعم فريق للفوز على هذا الفريق بغض النظر عن مسمى البطولة، وهذا شيء أيضا أعطى اللاعبين حافز ودافع كبير أنه يلعبون يدخلون الملعب. يعني شاهدنا كيف مباراة السد، كيف مباراة سبهان، روح عالية، إصرار، رغبة في إرضاء الجماهير وتقديم مستوى كبير وتواصل بين الجماهير واللاعبين، وهذا الشيء يمكن ما كان في فترات سابقة. يعني اللاعب أصبح يشعر بحب الجمهور له بغض النظر عن نتيجة المباراة، هو يحب هذا اللاعب اللي يمثل النادي واللي يبذل جهده لإسعاده. فكان الأجواء داخل الملعب ولله الحمد أكثر من ممتازة، يعني فيه فعلا تشعر بود بين الجماهير واللاعبين والفريق، وشعور مشترك في تجاوز هذه المباراة، وهذا ولله الحمد انعكس على الفريق داخل الملعب. طب في شيء ما فهمته يا أبو يزيد، يعني سنة يختار الهلال ملعب الأمير فيصل بن فهد كملعب له وتقام عليه مباريات، ومن ثم يعود الى استاد الملك فهد الدولي، او شيء يعني كانت استاد الملك فهد الدولي ثم استاد الامير فيصل، وكم تم الايضاح بانه يعني اخف ضغط وحتى يعني يمتلئ الملعب بحكم انه اصغر والى اخره، ومن ثم الان العوده لاستاد الملك فهد. وش السالفه بالضبط؟ هو ما مثل ما قلت لك ما في، يعني شوف الكلام اللي يقال انه موضوع تفاؤل وتشاؤم، هذا الكلام غير صحيح. بطولات الهلال الاسيويه كلها في استاد الملك فهد، لكن الموسم مو بالماضي، اللي قبل الماضي كانت المباريات اللي في استاد الملك فهد الحضور الجماهيري فيها ضعيف، يعني مو هو ضعيف لكنه يمكن نصف الملعب او اقل، وبالتالي يعني ما اصبح في حاجه انه انت تلعب في الاستاد في ظل عدم حضور جماهير. السنه هذه يعني الحمد لله انه الفريق فيه عناصر جاذبه للجماهير، في نجوم كبار على مستوى الفريق، يعني الجماهير اول ما كان في جمهور النجوم يمكن الموسم قبل الماضي ما كان الحضور حتى في مباريات الدوري بشكل عام 3000 4000 5000، يعني السنه هذه بالعكس حتى على مستوى الدوري انه في حضور جماهيري كبير، وبالتالي انت متى تحدد وين تلعب؟ في عوده في النصر حفزت الجمهور الهلالي للعوده ايضا للمدرج. الجمهور الهلالي السنه هذه يمكن حتى على مستوى الحضور قبل
يعني لما كان الهلال متصدر الدوري كان الحضور الجماهيري على مستوى كبير. فأنت تحدد ملعبك في نهاية الموسم وقبل بداية البطولة الآسيوية يمكن بشهر، وهذا اللي صار لما شاهدنا أنه في حضور جماهيري كبير، أصبح الاستاد ضرورة لاستيعاب هذا العدد، وكان الحقيقة هذا اللي صار، وثبت أنه بالفعل أنه جماهير الهلال رقم صعب جدا خلف الفريق. وش تشوف أو وين تشوف الفرق السعودية السنة هذه إن شاء الله، أو يعني على بداية الموسم القادم في حال تأهل فريق أو فريقين، يعني في فريق 100% إن شاء الله في دور الثمانية، صحيح، ونأمل أن يكون يعني أن يكون فريقين. أنت وش شايف بالنسبة للأندية السعودية في هالبطولة؟ ممكن نوصل والله شوف، هي على فكرة الكثير يسأل عن ما بعد دور ال 16 اللي هو دور الثمانية، حتكون قرعة مفتوحة. صحيح. ولذلك ممكن يلتقي فريقان سعوديين من بلد واحد. نعم. فإحنا الحقيقة نتمنى إنه يكون فيه توفيق في القرعة، إنه الفريقين السعوديين ما يلتقون في الدور الثاني، حتى يكون التقائهم إذا ما وفق الفريقين في الفوز في دور الأربعة، وتضمن فريق نهائي سعودي في المباراة النهائية. وأعتقد إنه لو حصل هذا حيكون يعني الكرة القدم السعودية أكبر إنجاز. إذا ما وصل الهلال، خلنا نحصرها في الهلال يعني بحكم قربك إلى دور الثمانية، هل بيكون في تركيز على مستوى المعسكرات، المعسكر الصيفي تحديدا على هالبطولة هذه تحديدا اللي ينتظرونها الهلاليين كثير ويعولون عليها، أو أنه بيتخذ من، هل ترى أنه أحد المشاكل اللي كانت الهلال سابقا المعدد للموسم بدون تركيز على بطولة معينة، هل بيتغير هالتوجه هذا؟ والله شوف، أنا أعتقد أنه هذا أمر يعود للجهاز الفني، لكن أنا رأيي الشخصي أنه أنت تعد فريق لموسم كامل. البطولة الآسيوية صحيح أنه دور الثمانية في أول الموسم، لكنك أنت حتستمر يمكن لمدة شهرين تلعب فيه، فإذا ما كان لديك فريق معد بشكل جيد وجاهز للموسم ما أعتقد أنك حتستطيع أن تسير، حتى لو جبت كل إعدادك في فترة بداية الموسم حتأثر على فريقك في نهاية الموسم. لكن وأيضا في نهاية الموسم في بطولة آسيوية مرة ثانية، لذلك أنت المفروض منك أنك تعد فريق لموسم بغض النظر عن المباراة اللي حيشارك. يعني بالنسبة لي إذا فريقي جاهز لبداية الموسم ما تفرق معي المباراة ضد الفتح على سبيل المثال كفريق سعودي، أو ضد السد، أو أي فريق متأهل من الفرق الخليجية، كلها في نفس المستوى. مطلوب منك تعد فريقك للموسم بغض النظر على الخصم، أنه يكون فريقك في مستوى معين في بداية الموسم 70-80% من الإعداد الجيد، يعني أعتقد أنه هذا هو الصحيح. جميل، باقي معي 5 دقائق عبد الكريم. أبرز ما في الموسم من إيجابيات، أبرز ما فيه من سلبيات، خلنا نبدأ بالإيجابيات، خلنا نكون شوي إيجابيين. 5 سنين خمس دقائق أصلي إياها، خلنا نكون إيجابيين، خلنا نبدأ بالإيجابيات. والله شوف الإيجابيات، ما في شك أنه الحضور الجماهيري الكبير اللي صاحب مباريات الموسم بشكل عام، عودة النصر للمنافسة القوية يعني أعطت الدوري بالتأكيد إثارة ومتابعة، حتى الناس اللي بعيدين عن الكورة واللي كانوا يشجعون ميلان وروما وما أدري وين أصبحوا يتابعون الدوري السعودي من الجماهير السعودية. أقصد المباريات كانت مثيرة، فيها نتائج كبيرة، فيها إثارة. الإثارة اللي خارج الملعب يعني مع الأسف يمكن كانت هي يمكن السلبية اللي أثرت قليلا على، يعني صار فيها نوع من إثارة النعرات والمشاكل اللي تحصل. من المسؤول عنها؟ أبعدت من المسؤول؟ صعب 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 تحدد مسؤول منها، ثقافة ناس، وعي، نظام، غياب الرقيب، أمور كثيرة، تنافس خارج عن الإطار، تغذية هذا التنافس. أنا ما قد شفت تنافس بصراحة غير رياضي أشد مما شفته في هالموسم. شيء غير يعني ما كان، يعني كان اللي صاير بين الجماهير في كل الأندية بدون استثناء، كل واحد متوتر جاهز بشكل غير طبيعي. الناس جاهزة يعني فيها شر بشكل غير طبيعي. يعني شوف، مش من المسؤول عن الحالة هذه اللي نعيشها؟ يعني مو صالحنا أنها قاعدة تتصعد من سنة لسنة. المسؤول الوعي هو الأول والأخير. إذا كان عندك يعني شعب واعي ومثقف وكذا، يعني احنا لله الحمد عندنا شعب على مستوى عالي من الثقافة والوعي والمسؤولية، لكن لابد انه في جزء يعني يستغل المجال وبالتالي يغذي مثل النعرات والخلافات. إضافة الى النقطة المهمة انه يعني احنا تكلمنا كثير عن أهمية وجود ضوابط لكل من يظهر في الإعلام، وكل يعني الآن في بعض الدول هناك رخصة، يعني أنا مثلا عشان أطلع معك لازم يكون عندي رخصة أني أطلع في البرامج الرياضية، رخصة مرخصة من وزارة الإعلام، حتى لو بكرة أنا تجاوزت حدودي يقولون تعال يا فلان اسحب الرخصة موقفة. نعم. ما تقدر تطلع في أي برنامج إذا ما سويت هذا الشيء.
وايضا يكون عندك نظام لما طيب سيطرنا على البرامج، افرض سيطرنا على البرامج، انت شايف التويتر على مستوى التويتر اذا انا اجي واشتكيك يا ماجد في التويتر انه انت اسأت لي وسبيت لي وما في نظام يوقف مثل هذولا، بالتاكيد حتستمر. كل الامور بيدنا احنا نعدلها، احنا نحط انظمه، نحط لوائح، نحط كذا، يعني يجب ان نعايش المرحله ونتعايش مع الوضع، احنا ندرك اهميه ما هو حاصل. فاذا ادركنا هذا الشيء، اما اذا كانت المساله كلها كوره وما كوره، بالعكس ان الكوره بعض الاحيان تجري الى امور ابعد من الكوره، وبالتالي تدخل الناس في مشاكل كثيره. فعلا نشأ متشنج بشكل كبير، فريق الموسم. والله يا اخي صعب، وكل واحد حي، انا بالنسبه لي فريق الموسم الهلال، واشوف انا هو البطل لولا اي انجاز، هو البطل لولا الاخطاء التحكيميه. معقوله يا عبد الكريم؟ من هذا رايي هنا، انا بالحسابات يعني انا عارف بالحسابات، يعني بالحسابات اللي صارت اللي لك واللي عليك والمباريات اللي انت. لو بدينا بالحسابات كل نادي عنده حساباته، بيجيك يقول لك انا عندي حساباتي بعد. على الاقل انا بالنسبه لي في الهلال انا اعتقد انه عندي افضل فريق في الموسم، افضل عناصر موجوده في الفريق. وانت تتكلم عن فريق هو منظومه كامله ليس عناصر فقط، عشان كذا نقول فريق. اي نعم، عشان كذا هو العناصر هو الفريق مكون من جزء عناصر، هو جزء الفريق مكون من مجموعه عناصر. صحيح، بس احنا العناصر دائما يشار اليها اللاعبين، اللاعبين إيه، لكن الفريق منظومه اكبر من ذلك. يعني فهل احنا نعتقد انه افضل فريق قدم مباريات في الموسم، مباريات على مستوى كبير، كان فريق الهلال. النصر حقق بطولتين عبد الكريم، ما مبروك عليهم ويستحقونه، لكن انا اقول لك رايي انه احنا قدمنا مباريات ما قدمها فريق النصر. اذا الهلال فريق الموسم يعني في نظرك حتى حتى افضل من الشباب؟ قدم مباريات فاز فيها في الخمسه وفي الاربعه وفي اداء ممتع وكره قدم على مستوى عالي، لكن في الاخير البطل فريق النصر. جميل كلمة جاسر، شكرا جزيلا لك، شكرا حضورك ورائك وطرحك. الساعه مرت معك كلمح البصر، هذه اخر حلقه ان شاء الله لنا في هذا الموسم، لقاءنا ان شاء الله يتجدد في الموسم القادم، الى اللقاء. قرقع قرقع كأنه مكينة جوم. جيتك في موضوع يخص اللاعبين. عامر وخر لفق وجهك. معك موظف البلدية. ايش ذا معك 500؟ طرار ودي شرد، اقول لك كثير، اقول لك كثير، اقول لك كثير، لا لا يا كبر. شنقلة. هل لديك فكرة؟ تطبيق تقنية النانو في أجهزة التبريد والتكييف. من الورق إلى الموقع الإلكتروني. هقدم معمول بيتي، وصفة الجدة، وعملي أنا وأخواتي بنفسنا. فكرة مشروعنا بيجل شوب، احنا هندخل البيجل ونحط به نقاط عادية. مالك براءة اختراع دولية للتعريف بمسيرة الاختراع. فكرة الروسكت، تابعونا. إني امتلاك شركة خاصة في مجال الطباعة والتصميم الرسمي. صاحب منشأة صغيرة في إنتاج الخضار والفواكه العضوية. هل لديك فكرة؟مرحبا، هل تعلم ما هو نظام إحصاء المشاهدة التلفزيونية؟ هو نظام يتبع معايير عالمية لقياس تأثير المحتوى والبرمجة لدى القنوات التلفزيونية. هو نظام يحصي بيانات المشاهدة من كافة فئات المجتمع لنتعرف على سلوك المشاهدة في المملكة بواسطة جهاز إحصاء البيانات الذي نقوم بتركيبه في المنزل، ويتصل الجهاز مع التلفزيون ليرصد البيانات بدقة.
والجهاز يحصي فقط البيانات التي تتعلق بالبرامج وزمن وأوقات المشاهدة، وبعد إحصاء وتحليل البيانات نقوم بإصدار تقارير تساهم في تحسين المحتوى وأوقات البرامج، مساهمة أيضاً في تطوير مجالات الإعلام والتلفزيون وتوفير المعلومات الدقيقة لصناع القرار في المملكة. بالإنجازات الذهبية للبولينج. الصحف البرازيلية تتغنى بملعب الجوهرة. مانشستر سيتي يتوج بطلاً لدوري البريمير ليج. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار تمام الساعة 12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، تأتيكم من باقة القنوات الرياضية السعودية. هنأ الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب بمناسبة تحقيق منتخب المملكة للبولينج ذهبية مسابقة الثلاثي عقب منافسة قوية جمعته مع المنتخب الإماراتي في البطولة المقامة حاليا بمملكة البحرين، وموجها شكره لرئيس الاتحاد للعبة الأمير عبد الحكيم بن مساعد وأعضاء البعثة واللاعبين. لا زالت الصحف ووكالات الأنباء تتغنى بالتحف المعمارية والمتمثلة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الجوهرة. وسلطت الصحف البرازيلية والتي ستستضيف نهائيات كأس العالم في شهر مايو القادم على روعة التصميم والإنشاء والمدة القصيرة التي نفذت فيها، واعتبر هذا الصرح الكبير الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين بأفضل ما تم إنجازه رياضيا في العامين الأخيرين، وقورنت بين ملاعبها التي تستضيف نهائيات كأس العالم وملعب الجوهرة والمشاكل التي تواجهها البرازيل في إنشاء تلك الملاعب والتي واجهت فيها انتقادات واسعة من الفيفا والدول المشاركة. وأبدت تلك الصحف إعجابها بالتقنية في ملعب الجوهرة والمتمثلة في التحف والفنون المرسومة وتوفر الخدمات الأخرى التي تحتاجها الجماهير. وصل مساء البارحة للعاصمة الرياض مدرب النصر الجديد الإسباني راؤول كانيدا الذي سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للأوروغواني كارينيو. وكان في استقباله مسؤولو النادي وحشد من الجماهير، وأبدى المدرب سروره بتدريب الفريق النصر الحائز على بطولة الدوري وكأس ولي العهد هذا الموسم، واعدا بالعمل مع إدارة النادي لما فيه مصلحة الفريق في الاستحقاقات القادمة. وأثنى المدرب على جهود
جهود الإدارة في التعاقدات الأخيرة والتي ستنصب في مصلحة الفريق. بات أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك مهددا بالحرمان من قيادة فريقه في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لعدم حصوله على الرخصة التدريبية كما تنص لوائح الكاف. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. رفض اتحاد الكرة الإفريقي منح أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك الرخصة التدريبية سي، وذلك بعدما ثبت عدم حضور المدرب الشاب للدورة التدريبية التي نظم اتحاد الكرة المصري مؤخرا بمنطقة المنيا. الاتحاد الافريقي طبعا بيعمل عدة دورات بتبقى في اماكن مختلفة، يعني الدورة اللي فاتت كانت موجودة في المنيا، يمكن عشان ارتباط احمد كابتن احمد حسام ميدو بالعمل في داخل نادي الزمالك كمدير فني، شايف ان ضغط المباريات مش هيقدر يحضر، يعني دي حاجات بتبقى كلها حاجات منظمه. اعتقد ان هي في اقرب فرصه هيبقى موجود فيها في القاهره هيحضرها كابتن احمد حسام. دي حاجات كلها امور طبيعيه جدا، طبيعي جدا، الظروف اكيد ما سمحتش الفتره دي ان هو يحضر الدوره اللي موجوده في المنيا. اتمنى ان الظروف تسمح الفتره اللي جايه ويحضر الدورات اللي هتبقى موجوده ان شاء الله. الكاف اعلن ان المدير الفني للزمالك سيحرم من قيادة الأبيض في مواجهته المرتقبة أمام فيدا كلوب الكونغولي والمقرر لها في 18 من مايو الجاري في ذهاب منافسات دوري الأبطال الإفريقي، وذلك لعدم حصوله على الرخصة التدريبية سي. هو أساساً ما حضرش، هو كان مفروض أنه هو هيجي يحضر كراجل مدرب أو مدرب نادي الزمالك وابني وابن نادي الزمالك، لكن هو ما حضرش الدورة، فمش من حقه ولا من حق أي حد ما يحضرش الدورة ان هو ياخد الرخصة بتاعته. فلكن هو الكاف ما منعش ولا اتحاد الكرة منع، هو لازم يحضر دي سي معادلة، يعني 5 أيام يعني 40 ساعة، فهو ما حضرش اصلا، يعني ما جاش، يعني ما قدمش ورقه، يعني ما دفعش الاشتراك بتاع الدورة، يعني ما حضرش المحاضرات، يعني ما حضرش الامتحانات، يعني ما راحش المنيا، يعني ما سافرش المنيا. فبأي حق هو هياخد الرخصة؟ هو في ناس كتبت على المواقع ان ميدو خد رخصه سي رغم ان هو ما حضرش، ده الكلام ده ما حصلش. احنا مسؤولين عن الدورات، وانا بقول لك على مسؤوليتي، ما فيش حد مش هيروح دوره وهياخد الرخصه وقاعد في البيت، مش هينفع. كانت ازمه الرخصه التدريبيه قد اثيرت مع بدء تولي ميدو المهمه الفنيه للزمالك، حيث يشترط الكاف ان يحمل مدربو انديه ومنتخبات القاره السمراء الرخصه التدريبيه في المحافل والمشاركات الافريقيه، ما دفع إدارة الأبيض للاعتماد على المدرب العام وتسجيله كمدير فني لحين حصول المدرب صاحب 31 عاما على الرخصة التدريبية. أزمة الرخصة التدريبية تطل برأسها من جديد على الزمالك، رفض الكاف من حميد والرخصة سي قد يحرمه من قيادة الأبيض في دور المجموعات من بطولة دوري رابطة الأبطال الإفريقية. أحمد المسيري، قنوات الرياضية السعودية، القاهرة. أسدل الستار أخيرا عن مسابقة الدوري الإنجليزي والذي شهدت جولاته الأخيرة صراعا قويا بين أندية مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي على اللقب، إلا أن نتائج الجولة الأخيرة زفت السيتي كبطلا للمسابقة بعد فوزه على ضيفه وستهام بهدفين دون رد. وعقب اللقاء هنأ مدرب الفريق تشيلي بالغريني بالتتويج باللقب وأحقية الفريق فيه، وإنه جاء بجهد بذلوه إدارة الفريق ولاعبيه، كما أثنى على فوزه قوة المسابقة وشراسة منافسيه والتي أضفت على المسابقة قوة وإثارة، كما وجه شكره لجماهير الفريق والتي وقفت معه في أصعب الظروف التي واجهت الفريق، ولم يخفي سعادته